شايف ان الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من كده الصراحه، بس كان في كذا كوره اللي هو عدم توفيق يعني. بس يعني الحمد لله الاهلي انا شايف انه بيرجع لمستواه الطبيعي اللي هو المستوى المنافسه في بطوله افريقيا كالعاده يعني، اللي هو اصلا البطوله المفضله للنادي الاهلي. والحمد لله يعني المستوى كويس واداء ونتيجه والى حد ما يعني انا مبسوط من الاداء، واللعيبه الصراحه بتجتهد. الاهلي قدم مباراه كويسه امبارح، و يعني انا شايف الجماهير ليها دور كويس في مباراه امبارح، واللعيبه ابتدت تتطور والجهاز الفني باين شغله في الملعب، و ده طبيعه النادي الاهلي ومتعود دايما على المكسب، وان شاء الله ناخد افريقيا ان شاء الله. اشكر كل اللعيبه وعلى راسهم المدير الفني محمد يوسف والكابتن الكبير كاترون. بسم الله ما شاء الله عملوا المباراه في الشوط الاولاني 10-10، والشوط الثاني هم ما كسروش. انا من وجهه نظري ما كسروش، بس هو اخذوا من المباراه اللي هم عايزينه، وقال لك بقى الاجوان اللي تيجي بقى اهلا وسهلا، بس كمل للاسف كم الاجوان اللي راحت صعب قوي، خصوصا الانفرادات من ازارو ووليد سليمان ومؤمن زكريا. بس مباراه يعني 10-10، ونتمنى ان شاء الله ان هناك نكمل بقيه المسيره، واي تعادل سلبي اي تعادل ايجابي يبقى مصلحه النادي الاهلي، ونلعب على النهائي ان شاء الله باذن الله. المباراه كانت عظيمه، وده عهدنا بالنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي في المواقف الصعبه، ودي البطوله بتاعت النادي الاهلي المفضله لينا كجماهير ولا كنادي اهلي البطولة الإفريقية. كان في أكتر من فرصة كانت ممكن تخلينا أفضل برضه أو مرتاحين أكتر في الماتش اللي جاي، بس الحمد لله برضه يعني إحنا عملوا اللي عليهم وفي أخطاء، بس الحمد لله. أنا راضي جدا، ده أنا راضي كمان على المدرب الفني ده، المدير الفني المحترم ده، ولا بيطلع في النت ولا بيطلع في السوشيال ميديا ولا بص حاطط هدف قدامه إن هو هيوصل نهائي أفريقيا، فبيوصل بدون مشاكل، بدون لعيبة، لعيبة بتتكسر، لعيبة بتحصل لها مشاكل، ماشي بخطوة ثابتة بدون عصبية بدون أي حاجة. وبحيي كمان اللعيبة اللي بتلعب معاه اللي هي بتعمل حاجات غريبة، الحمد لله عندها ثقة في مدربها، عندها ثقة في جماهيرها، وعندها ثقه في مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. لا اللعب امبارح حلو، وضيع منه 5 فرص، وربنا يسهل يعوض ان شاء الله في العوده ويوصلوا الدور قبل النهائي. طبعا الاهلي كان بيلعب حلو امبارح، بس ضيع اجوان كتير جدا، يعني كنا نقدر نكسب بتاع 4 أو 5 اكيد. الاهلي الفتره دي كويس جدا، وكمان المدرب اللي جه ده كويس مش وحش. المباراه كانت حلوه جدا يعني، والاهلي الحمد لله مستواه كويس، وان شاء الله ناخد البطوله. ان شاء الله يعني ان شاء الله عندنا امل كبير جمهور كله ان احنا ناخد افريقيا ونخش كاس العالم للانديه ان شاء الله.